شو اخبارك؟ شلونك؟ والله الحمد لله خير. الاسم بالخير. انا احمد حبيب وشاب. شلونك؟ تعال هنا اخوي، تعال حتى نط طريق للتكاتك والتكاسي وصارت لك يا لخه. شلون امور ابو شاب؟ الحمد لله خير من الله. شلون حيت راس؟ والله حيت راس بخير ان شاء الله. والله احنا نقول ويا الدوله، الدوله ما نعدنا من الرصيف والشارع والهاي، الدوله امحقها زين. ليش مدينه بغداد تكون اجمل مدينه، اجمل عاصمه، والشعب هم يريد من الدوله، مو صحيح؟ بالضبط. يعني هسه لما وفرينا فرص تعيينات، لما وفرينا فرص عمل، يعني شنو انا متعافي مثلا عندي فلوس واجي افتح هنا، افتح لي محل اصولي، بس غير احنا من الماكو طبعا الناس تشيل كل شيء. يعني هاي الرعايه، يعني انا مثل انا موجود رعايه ماكو، ما عندي رعايه، ما عندي راتب دخل، وين اروح؟ ابوك راح تجي الابسط، ابسط شيء افتح لي محل بسطيه صغيره ارتزق منها انا وعائلتي، لو اروح للطريق الموزين. فاريد من الدوله يعني تنظر لهاي الشغله، يعني احنا مو مثلا واحد متعافي وعنده فلوس وجاي مفتح هنا، لا تصدق ترى بس الفقير، التاجر عنده محلات وعنده عمال وعنده نقليات، ترى بس الفقير هنا. الدوله اذا منعت الباعة المتجولين على الرصفة ما أذت واحد، لا أذت تاجر، لا أذت أبو محل، لا أذت أبو مال، لا أذت أبو راتب، تأذي بس الفقير.